بما تملكه من إمكانيات زراعية طبيعية، هذا بالإضافة إلى توفير كل مستلزمات الإنتاج الزراعي دفعا لعجلة الإنتاج في كل قطاع من القطاعات الاقتصادية. كل ذلك صنع أجواء الاستقرار المعيشي الذي نلمح قسماته على البيوت وفي شوارع نسوة وبين مواطنيها. من أبي الحمدي؟ أنا يا ما يا رب الزعيم وطبيعي في جو الاستقرار المعيشي والنفسي أن يهنأ الأطفال ويسعدوا بما يلقوه من اهتمام ورعاية، سواء على مستوى الأسرة التي يعيشون في كنفها أو على مستوى المجتمع الذي يعيشون بين أحضانه. فالطفل العماني في نزوة وفي كل مناطق السلطنة يحظى بالرعاية واستثمار قدراته وإمكانياته لنصنع منه رجل الغد الذي يقوم بدوره في دفع عجلات النهضة العمانية الحديثة وتأمين انطلاقتها في كل المجالات. لهذا أعطينا أطفالنا كل فرص تنمية قدراتهم.